النهاردة برضو وخلال وقائع هذا اليوم الرائع الجميل والمهم والمميز، فخامة الرئيس كرم عدد من أهالينا المتميزين من أبناء سيناء، واللي عملوا بمنتهى التفاني وبكل جهد وبكل إخلاص وبكل وطنية وبالرغم من كل أشكال الصعاب. من بينهم السيدة إسراء أمين حمدي. السيدة إسراء بتعمل في مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام، وتعرضت لحادث تفجير عبوة نصف. هل ده وقفها؟ لا، واستكملت شغلها. تصاب بعد كده بعدة سنوات بطلق ناري في دراعها من العناصر الإرهابية الحقيرة، وقت ما كانت سيدة إسراء بتشتغل في تسهيل إجراءات المواطنين. خلونا بعد إذن حضراتكم نشوف تكريم فخامة الرئيس للسيدة إسراء حمدي ونرجع نكمل الكلام. السيدة إسراء أمين حمدي تعمل بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام. تعرضت السيدة إسراء لحادث تفجير عبوة ناسفة، واستكملت عملها لتصاب بعدها مرة أخرى بعدة سنوات بطلق ناري في ذراعها من العناصر الإرهابية أثناء عملها في تسهيل إجراءات المواطنين، ولم يمنعها ذلك من مواصلة عملها إلى اليوم. طيب احنا معانا الأستاذة إسراء أمين حمدي على التليفون. أهلا بيك يا أستاذة إسراء. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا مبروك على التكريم. الله يبارك فيك. ثانيا أنا عايزك تحكي لي الحكاية من أولها بعد إذنك. أنا من 9 سنوات كنت في مزرعتي قرية العواتات، تبع قرية الخروبة. كان وقتها في حادث تفجير كمين العبيدات، ووقتها تعرضت أنا ووالدتي لإصابات، وبعدها اضطريت العملية الشاملة 2018. وقتها أصبت في طلق ناري في الذراع الأيمن، ووقتها أمي برضو اتصابت معايا في نفس الحادث شظايا متفرقة بالرأس. ووقتها 2018 التحقت بمستشفى عريش العام لخدمة المواطنين، وبالذات أسر الشهداء والمصابين، يعني أنا حبيت إن أنا أساعدهم وأقف معاهم. يعني الحدث بتاعي علمني يعني ان انا لازم اقف معاهم واساعدهم واتعلم من اللي انا حصل لي، ان انا ازاي اقف مع الاسر دي واساعدها كده. طيب يمكن في ناس في ظروف اخرى تقول لو تعرضوا لنفس اللي تعرضتي ليه وسيادتك اتعرضتي مرتين يقول لك لا انا اسيب سينا واخد بعضي وانزل على اي مدينه بعيده عن سينا تبقى امنه عليا انا وامي، لانه يا روح ما بعدك روح. ما عملتيش كده ليه؟ ما عملتش لان احنا اهل سينا عندنا تمسك بالوطن، تمسك بالارض. الله. احنا مالناش غير سينا، ما نعرفش حاجه بره. يعني ممكن انا اقول لحضرتك انا ما اعرفش حاجه في القاهره، جديدة إن إحنا عرفنا حاجات في إسماعيلية، لكن أنا بنت سينا عايشة في سينا طول عمري. عندي ناس من أهلي استشهدت، صحابي، ناس قرايبي، ناس جيراني. فإحنا بالنسبة لنا اللي بيقع أو بيستشهد بنقول إحنا هنكمل بعدك، إحنا هنقف مع الوطن، إحنا كلنا يعني على قلب واحد. أهم حاجة عندنا إن إزاي إحنا نعدي المرحلة دي، مش مهم مين راح مننا أو مين وقع مننا. النهاردة والرئيس مش بس بيكرمك، النهاردة والرئيس بيتكلم عن سينا بالكامل وعلى التضحيات اللي قدمها أهالينا في سينا وعلى دورهم العظيم اللي لعبوه علشان تخليص سينا من هذا الإرهاب، وصولا الى انه احنا بنشتغل على مشروع عملاق، واحد من اهم المشروعات اللي بتقوم بيها مصر في تاريخها. تقدري تقولي ايه يا اسراء؟ او لو عندك شيء ما عايزه تقوليه.
أكيد طبعا الوضع عندنا اختلف تماما دلوقتي، في أمن وأمان دلوقتي، بنمشي في الشارع ما فيش أي خوف، ما فيش عمليات إرهابية، ما فيش طلق طائف، الموضوع عندنا مستقر تماما، في تنمية في التعليم والصحة، ودلوقتي موجود عندنا يعني ميناء البحري دلوقتي يعني مشروع عملاق جدا، عندنا دلوقتي العريش دلوقتي متغيرة تماما عن زمان، المدينة نفسها، المشاريع اللي بتتفتح، الحاجات اللي بتحصل، الكلام ده كله بالنسبة لنا ده احنا كنا بنتمناه من سنين ان احنا نشوف المدينة كده. يا ما نفسي اجي لكم العريش، انا جيت فالنهارده زمان يعني. قيمة فخامة الرئيس علينا ومشروع تنمية سينا، وان هو شايفنا بقلبه وبيسعى ان هو المدينة دي تبقى حاجة تانية زي كل المحافظات، ومحدش يبقى احسن مننا، لان احنا كلنا مصريين، مفيش حاجة اسمها ابن سينا وابن الوادي، لا كلنا مصريين، كلنا نحمل نفس الجنسية، فكلنا نقف مع بعض عشان خاطر مصر الوطن. ده سينا دي هتبقى جوهرة التاج، بكرة نشوف. أنا عايز أشكرك جدا على كلامك ده، وأشكرك جدا على حسك الوطني اللي أنا أشوفه حقيقي طبيعي على واحدة من بنات سينا، وده المتوقع وده المعروف وده اللي بنتمناه دايما. أشكرك جدا أستاذة إسراء أمين حمدي، هذه البطلة الرائعة. زي ما حكت قالت احنا السيناويات ما بنسيبش أرضنا خالص، احنا ولاد سينا ما بنسيبش أرضنا وبنكمل وما بنديش ظهرنا لسينا، ومكملين وقاعدين، والحمد لله وصلنا إلى أنه دلوقتي المسألة بقت في منتهى الأمان.